كوزت عليها، عرفتي كوزت عليها وهي تخاف، خافت مني تسحب لي غنطلق لها البيتش. ما تعرفي تفاتني، ما تعرفي تشوف في الاخر جايبه فيك الصباط في القنه. بعد ما نيوم تنصت الوجه فرش تخرجي مع صاحبتك. زيدي زيدي الله يشعلك تردع حليب حمارة، زيدي البقرة يا ام مساق، زيدي يا عورت العين تشقري عبي العوج. بعدي مني راه هي اللي بدات الاولى، شويتي ندير ليها، هي اللي جبدتني. ودخلي اذا بغيتي دخلي، الله يجعلك تدخلي في حيط الدوار كامل، تفرج فينا وسيري تفرج فينا، تجيب لينا الشوهة يا الشوهة. دخلي اليوم نبات انا وياك في الكاشة. وتي علاش بسلامتك، روحي اللي بداتو سباتنا الاولى. ويلي يا ويلي يا ويلي، غادي تفقص لي هاد الصاحبة. عقولي يا باس سباتك، قولي لي يا باش بالمشعككة وراك مشعككة، بالمقلقة وراك مقلقة، بقليلة النفس يا ويلي فين تكسابي النفس ولا فين عمرها طلعت لك. فقستيني وعصبتيني وهترتيني شوية وكنت غادي نديرك في الخبز وناكلك. وتي دابا مالك؟ انا بغيت نعرف مالك، واش دابا حتى يبقى فيك الحال حيت ما خطها مع الارض، واش بقى فيك الحال حيت عطيتها بونيه لجدارة البدن ما خطها؟ هاد الشيء علتي علاش الفقصه؟ وبقى فيا الحال حيت ما خليتيش ليا شويه، ما خليتيهاش ليا نشدها نشعككها وهي باقا فايقه، وتي قلبتيها هي فما غادي تحس بشي حاجه. انا بغيت نوضرها على جدارة القبله. وصافي راني نطفتها صغبها وباقي ليا في صباعي، عرفتي كامله مقلقه. راك بنون خاه، راك هاتره. انا كنت باغا نقلبها، انا كنت باغا نوضرها، انا كنت باغا نصيفطها بلا وقت، وكنت ليا مشيتي وضرتيها وقلبتيها. اش خليتي ليا؟ اش خليتي ليا؟ واش تي جاي ما طلع واش تي لي؟ وبعدا صافي فات اللي فات ومات اللي مات، كنا وكنتو وصرنا وصرتو، ما بقات فتونا دابا. اصلا حنا خدينا حقنا فيها. تي اللي خديتي حقك، تي اللي درتي ما بغيتي، تي اللي ما شاورتينيش. انا خليتيني خديت شي حاجه، خليتيني نتفتها، خليتيني عضيتها. انا كنت باغا نعضها، حق لي اللي الحق كنت باغا نعضها في داك المرود حتى ما تبقى عاقل عليا حتى العام الجاي. ولكن كلشي منك، كلشي منك والله لا دوزتها لي. وصافي راه ما تستاهلش نبقاو ندوو عليها، وزمي وسكتي بركه رانيا مالكي. اذا كان صافي شربيه يوقف لك في المراود. يا كان قلت لك خليها، يا قلت لك خليها لي نبرد هوايشي، باقا ما بردش هوايشي كاع بردتهم فيك. راني ضربتها وزركت ليها العينين، ودوك المضاطر اللي عندها راني عطيتها واحد البونية عليهم حتى الجاج مع الكادر دخلوا ليها في العين، تخربق ليها الوجه ولا كل عصيده مع بيداز مع التريد. حق ليلي بحق لها وشتيني في ديك المضاربه وبديك نتي اللي كنتي ديري، دخلت عليك بالله واش كنتي مضاربه ولا كنتي كتشدفي على الزرابي. وهذيك صاحبتها دايره فيها محاميه ديالها الزعماء، الله يتبعها بالبلا. حي حي ما جاونيش فواحد الوقيته، ما جاونيش فواحد الوقيته، كنت غادي نديرهم شاورما. هذيك عجبتيني فيها، ديك اللقطه اللي بغات تضربك وصلتي ليها السروال وعطيتيها بالدوار كاع الدوار سكراتو. حق ليلي الحق لهذيك احسن لقطه عجبتني. يا الدوار كامل سكراتو في ديك اللقطه اللي عطيتها بونيه تضاق التراب. ضحكتيني فاش قلتي ليها واش التراب مسوس ولا حلو ولا مالح، قلتي لها واش نزيدوه مليحه. واخيتي لك انا ضحكتك، انت راكي فقستيني، راكي جبتي لي الفقسة بكامل القوة ديالها. ويلي 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 ويلي، من هنا غادا تبقى تفكرنا وغادا تبقى دير بحسابنا. إذا كانت هي جاية من هالطريق غاها تبدل هالطريق، إذا شافتنا جاية من هكايا غدور من هكايا وسالينا. وحقيقة فقستيني ما نكذبش، ولكن بررت لي واحد شوية مني هزيتي السطار تاع الزبد ديال نعيمة وخويتي على راسها. هذاك السطادو لا راه ما هزيتوش انا، هذيك راه واقيلا نعيمة اللي طيحت من فوق السطاد، بغات تفكنا زعما لاحت السطر خواتو عليها. كتقولي فيها بوجهك حمر، سير الله يتبعك بالبلا. اصحابي عاد درتي شي حاجه فايده، ديك الساعه عيطي ليا، عيطي ليا نمد لك على الكرد، نزل عليها على جدارة الودان ونوضري على القبله مغطيها ونشوف حالاتنا. الله يستر منك، والله يحفظ منك، والله يتبقى يستر منك. منك منك يا مصنط حوط الراس يا ام مراود يا خارجه العينين البوقله.
ما دفيتي ما درتيها حتى شي حاجه ما درتيها ما بردتي ليا هويشي الحاجه الوحيده اللي كنت بردي ليا فيها هويشي راه ماشي انت اللي درتي الله يعطيك مصيبه لك عيطه عيطه فقصتيني حق الله انا فقصتيني ايوا انا راني درت بزاف داكشي اللي درت انا راه محالتي واقع اللي درتيه نبداو اول حاجه درتها تفلت عليها حتى غرقتها ويلي على الصحبه العوجه ويلي على الصحبه الهادره ناري وقنا دار بالي الشقوفه ولا قال لها شي حمار على القنده والله يعطيك دقه تفلت عليها كملي يا المصيبه كملي ولاتي تفكر اييه وتعقلي اللقطه اللي طاحت ما بقاتش عاقله جات غيبوبه فاش صافي بقات تخلعوا كامل تحلي ما تاش واقع وانت يا باقي شاده صاحبتك عطاها في البنيات هذيك اللقطه عطيتها الصفيقه باش نفيقها ناري نوضت لك الفوق في الراس ناري غادي تخلي لي وري نجدب ناري غادي نرجم بالحجر ناري غادي نهز ركبتي وري نشاري بيها نالك ونزيدك كوزت عليها عرفتي كوزت عليها وهي تخاف خافت مني تحاول غنطلق لها البيتش وهربت وناري الجواد طلقوني عليها طلقوني عليها الهواش اللي ما بردتهمش بديك مشعكوكة الراس وديك خانزة الحالة وديك ريحتها كي ريحة الطعريجة نبردهم فيك تيا يا نوالة واش تسكنتي ياك ما تسكنتي بسم الله الرحمن الرحيم اخرج يا عدو الله اخرج منها انا غادي نخرج لك الروح انا غادي نخرج لك مراودك طيبين شوفي خرجي عليا قبل ما نخرج من صيفطي وتسناي راه باقي ما كملتش ليك دابا واحد اللقطه فاش هي بغات تجي فيا بونيا انا فلت على البونيا شديت واحد الصباط مقرقم ديال ناعمه كانت ناشره واقيلا في الشمس ونزلت عليها ما عرفت كاع شكون جات فيها ولكن راجعها فيها بلاتي نفهم وفهميني والصباط مقمقم اييه هو يا راه صفر في الخطر قريب العكري وما فيش سير وتيا ما عرفتيش فين جا غاش قرتي بليدك عاقشتي تشالي وصيفطيه هيا انا راه واقيلا بالي لا ماشي بالي مأكدة راه جا في صاحبتها جالها في داك النواله ديالها كاع مقلقة اسمعيني يا مطن قلت لك مارة كتعرف الدمغة اللي قلت لك جاتني هنايا قلت لك راه شي حد من دوار دماغني عرفتيها كيفاش درنا فاسمة على الراس اي عرفتها مالها راه الصباط اللي لحتي جا فيا يا مكربعة الراس يا خارجة الفم يا مسندرة سنان جا فيا هنايا تقولي يا صاحبة دعوتي شوفي بعدي مني انت هي اللي بديتي هادشي كامل وانت هي اللي حفرتي حفره من حفر حفره لاخيه وقع فيها انت اللي جبتي الصداع انت اللي بديتي معاه منتيف ايوا شدي انا ماشي سوقي انا كنت باغي ندافع على راسي هاتي قولي لي الدقه جاتني عم القريب هاتي قولي لي يا مسندره الكماره هاتي قولي لي واش الصباط ديال جدي اللي دوز الاستعمار اليوم نقدو ليك يا الهيفه ما تعرفي تفاتني ما تعرفي تنشي في الاخر جاي ما فيك الصباط في القنه بعد من يوم طنصت الوجه بعد من يوم طل سبع دي مني بعد مني كيف العاده وكيف في الاخر ديال اي فيديو كنقول لكم صلوا على الحبيب محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك ديالكم بارطاج اللي قدرتوا بارطاج شوفوا الفيديو بارطاجيوه ما قدرتوش كيبقى هذاك سوقكم نتومايا ان شاء الله يكون عجبكم اهم حاجه لاول مره غادي يشوف هذا الفيديو في القناه ديال حماده اتي طالب احمد اشترك في القناه تضغط على الجرس يصلها كل ما هو جديد فالجديد ماشي اطلع يكون دائما زوين لما كان زوين هذه المره يكون زوين غدا وان شاء الله يكون كيعجبكم